مرحبا بكم في مود بروجيكت. انا سميتي محمد وكندير فيديوهات ديال البريكولاج. الا كانت هذه اول مره غادي تشوفني دير سبسكرايب وما تنساش تبارك على الجرس باش يوصلك الجديد. في هذا الفيديو هذا غادي نجرب هذوك البارتس اللي وصلوني من عند بانغود اللي وريتكم في الفيديو اللي فات باش نشوفهم كيفاش غادي يجيو فوق الموتور وشنو الحوايج اللي غادي خصني نبدل فيه باش نلصقهم في بلاصتهم. وبغيت نشكر بانغود بزاف حيت هما اللي سبونسوريزاو هذا البروجي هذا وصيفطوا لي كاع البارتس اللي غادي نحتاج باش نقاد هذا الكافي ريسر. نبداو الخدمه دابا، ليتس جو. كيف ما شفتوا الريزرفوار والكرسي والكارد بوجا ومزيانين مع الموتور بحال كانوا مقادين ليه، يعني ما عاديش نحتاج باش نقص شي حاجه من اللور ديال الموتور باش نجيب العبار مع الكرسي. ولا جوج حاجات اللي غادي خاصني نبدل للريزرفوار هما غادي هاد الودنين هادو اللي كاينين هنايا القدام خاصني نرجعهم شويه اللور، والبلاصه فين كيلصق من اللور الريزرفوار غادي خاصني حتى هي نرجعها شويه اللور وباش يلصق حتى الكرسي في هذيك البلاصه بايبقاش يطلع من القدام. هادو هما الحوايج اللي غادي خاصني نبدل للريزرفوار باش يجي في بلاصته مزيان وما يبقاش يتزعزع وهذاك الشيء. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. في الفيديو الجاي غادي نبدل هادشي اللي دويت عليه دابا وغادي نلصق هذيك الحديده اللي فيها ستوبات وسينيالات اللور وندير شي موديفيكاسيون واحد اخرين دابا تشوفوهم في الفيديو الجاي. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، الى عجبكم بارطاجيوه مع اصحابكم وما تنساوش ديروا سبسكرايب وجيم وتابونوا في السوشيال ميديا ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو، بيس.